محمد الفارس 25 سؤال لازم تجاوب عليهم بسرعه ومن غير تفكير ان شاء الله هل بتعزف على اي اله موسيقيه؟ ادندن على الجيتار على البيانو وعلى العود ليش كانوا اهلك رافضين دراستك للموسيقى؟ لا بالعكس اهلي من الداعمين الي بس يعني امي وابوي كانوا يتمنون يشوفوني مهندس دكتور اكثر من ما فنان هل تصنف نفسك من اهم ثلاثه نجوم عراقيين في الساحه من الشباب تحديدا اذا علي انا اصنف نفسي الاول بس هذا الحكم للناس لان الناس هي تقيم الابداع ايش اللي يحتاجه العراق؟ حتى شنو؟ مثلا يكون احسن يزدهر دعوات الناس الطيبه وان شاء الله يرجع العراق ان شاء الله، اغنيه كنت اتمنى لو كانت لك كل الاغاني الحلوه المشهوره اللي يحبوها الناس مثلا واحده آه ما عندي شيء ببالي هسه بس كل اغنيه حلوه مشهوره احبها تكون لي طيب تتوقع ليش ما فزت في برنامج ذا فويس؟ لان دائما اللي يفوز ببرنامج ذا فويس ما يتواصلوا ويا الناس إيه؟ فاني محظوظ ما فزت إيه؟ طبعا حمحة. كل الناس اللي اشتهروا واللي سووا اسماء حلوه هم ما فازوا آه وكل اللي فازوا ما عملوا اسماء حلوه يعني لا نادرا طيب ليش كثير من الاغاني العراقيه حتى اللي سريع كلماتها حزينه لان احنا كلامنا حزين هل أصبح عدد مشاهدات يوتيوب هو مقياس نجاحكم كفنانين؟ مو شرط عندي أغاني تعدت ال 400 مليون وأخلص صداها وعندي أغاني ما مصلة أصلا مليون والناس تحبها أكثر من المشهورة طلع خبر أنك حتمثل في عمل هل بتشوف عندك موهبة تمثيل؟ أي طبعا إن شاء الله بس هاي الأوضاع اللي صارت شوية منعتنا الاغنيه العراقيه في مرحله ما تصدرت المشهد ثم تراجعت واختفت واليوم عادت بقوه للساحه ايش برايك كان سبب الاختفاء والعوده الظروف اللي بالعراق كانت تثمر يعني مشاكل فهسه يعني توجهت الانظار على الاغنيه العراقيه فاخذت صداها الفنانين الرجال بيلجوا للفوتوشوب في صورهم على وسائل التواصل اكثر من النساء هل انت منهم انت شنو شايفتني حلو لو مو حلو ده؟ على يعني الناس سايرين في الطبيعه غير وفي السوشيال ميديا غير أنا انت انا ارد اخذ رايك لا لا انت هل انت من الناس اللي بيعملوا فوتوشوب لا لا أه؟ ابدا لين اذا اسوي فوتوشوب راح تنشال الشامه مالتي وانا احبها لا بس في تصفيه بشره وكذا لا لا سعب. ما اسوي بس محمد طيب العيون ايش اسوي لا موجود في فوتوشوب في الحساب دا طيب دا. <applause> طيب طيب ليش مضرب عن الزواج؟ دا. رغم انه الحب موجود في حياتك. اني اعشق الحب وموت على الحب بس ان شاء الله القى الانسانه اللي صدق قلبي يرجف عليها اه هو هذا شو اوكي طيب ما بتشارك ارائك السياسيه في العلن هل هو الخوف لا لان انا مو السياسه انا فنان اغني للناس والناس تستمتع بصوتي طيب السياسه لأهل السياسه يعني في ذا فويس ما لف لك الا صابر الرباعي والهنا الموضوع كان عادي زيك زي كثير من المتسابقين لكن كاظم الساهر هو فنانك المفضل جرحك الموضوع؟ أرد لك بكلمة واحدة أو جملة صغيرونة أنا سبب دخولي البرنامج ذا فويس من الع... من الأساسيات وجود كاظم الساهر وكنت أتمنى كاظم الساهر يلف لي بس ما قصر أستاذ صابر الرباعي والحمد لله والشكر وعلى فكرة كاظم الساهر كان من الداعمين لي بالبرنامج طيب لو تعطي نفسك جائزة حتعطي نفسك جائزة إيش أو في إيش؟ إذا أريد أعطي نفسي جائزة مم. محبه الناس يعني تسلم نفسك كده درع محبه الناس اي الحمد لله طيب يقال ان الفنانين العراقيين من اكثر الفنانين اللي بيعملوا دويتوهات مع بعض لكن من اكثر الفنانين اللي كمان بينهم مشاكل بينهم بين بعض وما بيدعموا بعض لاي درجه هذا الكلام صحيح في الواقع لا مو مو صحيح المشاكل اللي تصير بين الفنانين العراقيين هي غيره عمل يعني انه هذا يطلع اغنيه حلوه لازم انا اطلع بعد اغنيه احلى مو مشاكل شخصية وهيك لا بالعكس. <applause> طيب فيديو اغنية وحدك حبيبي في طفل وطول الفيديو أنت مغطي وجه الطفل، ليش جايبه طيب في الفيديو؟ <applause> حبيت السؤال حلو. <مم> آه، هذا الطفل هو ابن اخويا آه، اللي انا احبه يعني و وكان دائما يقول لي ليش ما تطلعني وياك بأغنية؟ ليش ما تطلعني وياك بأغنية؟ فخليته <مم> يطلع بس ما حبيت الناس تشوف شكله، ممكن هذا الطفل بالمدرسة يضايقونه بالحياة يعني ما حبيت. طيب لو أنت متعهد وعندك حفلة وتبغى أكثر حضور جماهيري، مين تجيب مطرب عراقي غير محمد الفارس؟ كاظم الساهر. طيب دخل المطرب بيعتمد على إيش؟ حفلاته. مم. إيش آخر كتاب قرأته؟ آخر كتاب يمكن هذا الجواب راح يكون شوي مختلف. مم. قرأت الكتاب مال تعليم آه، الإشارات حتى ليسن مال سياقه. هذا طيب فن واضح انه علاقتك في القراءة تعبانة <applause> شوية، طيب فنانة تحب بس اقرا سوري بس اقرا يعني يوتيوب اطالع اقرا يعني اشياء بال بالانترنت اكثر. فنانة تحب انك تغني معاها؟ والله هواية فنانات احبهم واحدة وحدة وحدة <applause> منو من الاصوات الحلوة؟ من فن... والله هواية بسرعة وحدة واي أيوة والله واحدة شيرين اغنية من اغانيك بتعبر عنك حاول تحب آه حاولت احب غيرك وجرب هاي طب سمعني مقطع منها سريع حاولت احب غيرك وجرب هاي ثاريك متشارك انفاس وياي استسلمت لجلك رفعت الراية أحبك أحبك طيب أغرب مهنة اشتغلت فيها نجار سبق وقلت أن الأغنية العراقية اليوم هي التوب على إيش استندت في هذا القياس؟ على حب الناس له بكل البلدان مو بس بالعالم العربي بس التوب يعني نسفت أغاني تانية لا لا لا, لا. الكل بلد عنده خصوصية بالفن يعني لبنان عندهم شيء حلو سوريا عندهم شيء حلو بالخليج العربي عندهم أشياء حلوة بس يعني هسه هي الأنظار صارت على الأغنية العراقية سؤال ترفض إنك تجاوب عليه ما عندي كله أوكي أكيد ما في أحد كله أوكي أشياء عائلية يعني خصوصياتي طيب يعني في شيء طلع <applause> شكرا لك يا محمد الله يحفظك شكرا جزيلا دكي. وإن شاء الله دائما بالتقدم شكرا طيب باي باي.